رب نرسم معادلة A of T تحت هاي. عندنا احنا قلنا القيمة الماكسيمم هي 1، راح تكون عندي A of T هذه constant A of T. هاي النقطة عندي هون 1، هاي النقطة 10، هاي 11، طبعا هذا كله نفس السكيل. بعدين عندي هون 60، 61، 70، 71. رسمنا J of T. طبعا بالرسم شوي في غلط، بس لازم تكون هاي العرض هذا مساوي لهذا العرض، المساحة هاي مساوية للمساحة هاي. بعدين عندي هون شيء وقتي سهلة، فبدها تساوي زائد 1 0 ناقص 1 0 ناقص 1 0 زائد 1، واللي هي بالفترات من 0 ل 1، من 1 إلى 10، من 10 إلى 11، من 11 ل 60، من 60 ل 61، من 61 إلى 70، ومن 70 ل 71. أوكي هذا واضح من هون. واحنا فعليا اخذنا عملنا لها انتجريشن وبعدين عملنا انتجريشن. نحط اخر شيء معادلة A of T. عندنا أول شيء خط مستقيم بمر في النقطة 0 0، فواد تساوي T. بعدين عندي هون constant 1، بعدين عندي هون negative line slope تبعه minus 1، وبمر في النقطة 11 0 مثلا، فبتصير y minus 0 بتساوي x minus 11، فبتصير minus x plus 11 minus t. بعدين هون بتساوي 0. بعدين عندي هون بمر بالنقطة 60 و 0، فبتصير هاي 60 ماينس تي مضبوط. بعدين عندي هون ناقص 1، وآخر إشي بمر بالنقطة سلوب تبعه بوزيتيف وبمر بالنقطة 71 و 0، فبتصير تي ماينس 71. طبعا هاي كل وحداتها متر بير سكند سكوير، والتي هون وحدتها سكند.